37 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية في برنامج اقتصاد كوم، وموضوع منتدى تونس الاقتصادي من تنظيم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، منسق عام المنتدى أمين بن عياد يحضر معنا اليوم. مرحبا بك سي أمين. بيك شكرا على الاستضافة. مرحبا بيك، شرفنا. إذا سي أمين باش نحكيه في الموضوع متاع المنتدى. أولا علاش نحكيه أو علاش اخترت وتحكيه في النسخة الخامسة هذه من المنتدى على البنية التحتية للنقل؟ علاش تحكيه على الجودة؟ علاش تطالبوا بالنجاعة؟ ربما يحطنا في الإطار فيما يخص النسخة الخامسة هذه. بالطبيعة هو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يهتم بكل المواضيع الاقتصادية اللي تهم تونس واللي تحسن في الانتاجيه وفي النجاعة اقتصادنا بصفه عام. الموضوع هذا مهم برشا. اذا اخترناه احنا باش نعطيك رقم، 20% من الناتج القومي الخام لوجيستيك، نقل ومخزن وما تابعه. وقت اللي حقه حسب معناها المؤشرات العالميه حقه في 10%. ال 10% زايده هذيك التكلفه زايده على الاقتصاد التونسي، اللي هي بطبيعة تصعب علينا التصدير وتصعب علينا معناها تعب كله ماشي أقل نجاعة. هو الحقيقة باش نبدأ واضحين ونبدأ نحط الأمور في إطارها، المعهد قاعد يخدم على برشا مواضيع في الجانب هذا. ربما وجودك أنت على رأس المنتدى هذا كمنسق عام للمنتدى، لأنه أنت حتى في الجانب العمل متاعك اليومي تعاني من مشاكل الجانب اللوجستي، وطبعا قاعد المشكلة هذا مش فقط قاعد تنظر له أو قاعد تخدم في إطار النظري، انت قاعد تطبق فيه يومين او قاعد تعاني فيه يومين. دونك ماذا بينا نفهموا او المستمع يفهم اليوم شنو المشاكل اللي نعانيو منها اليوم في البنيه التحتيه نتاع النقل في البلاد؟ شنو ابرز مشاكلنا؟ ساعة حبيت نختم فرصه ساعه باش نقدم شكر للاطارات تاع المعهد على راسهم سي مجدي حسن، اللي هما معناها يقوموا بالدراسات هذه. احنا المكتب التنفيذي رجال اعمال ومن نترأسوا مؤسسات اقتصاديه، ولذا المواضيع هذه تخصنا، لكن مانيش مختصين في المواضيع هذه. انا كما قلت انت حريف للوجيستيك، هما يقوموا بالعمل الجبار، واحنا بالطبيعه انا كما قلت لك نخدم في مؤسسه صناعيه مختصه في التصدير، تصدير قطاعات السيارات، نصدروا لاكثر من 60 بلاد، نصدروا من 10 نقول لك كولومبيا، كوستاريكا، شيلي. واكبر معضله عندنا واكبر حاجز عندنا باش نزيدوا نطوروا ونصدروا اكثر ونخلقوا مناطق شغل هي التكلفه اللوجستيك والاجال والموضوع هذا بصفه عامه. ولذا بطبيعه مانيش اختصاصي في الموضوع هذا، لكن انا كحريف للوجستيك نقاسي كما قلت انت كل يوم كيف اي تونسي، خاطر في الاخر كل ما النقل يتكلف غالي ولا يبطا في الاخر تلقاها انت في اي حاجه تستهلكها فيها راهو أكيد فما الثمن التأخير اللي يصير، هذا كل شيء عنده كوف، كل شيء عنده تكلفة. العلفة نتاعها جاية من البلاصة أخرى وكي يقعد يستنى البابور باش يدخل العلفة هذيك تحق الدجاج يطلع. فوالا دونك، والمشكلة وين؟ أنه حتى فما أرقام للمعهد، فما أرقام لمختلف المنظمات العالمية تعطي حصيلة سلبية لتونس في ما يخص موضوع النقل والمواصلات وطبعا الجانب اللوجستي بصفة عام. أي أنا باش نعطيك شوية أرقام. بالطبيعة هو الفكرة مش نزيدوا معناها نطيحوا المعنويات نتاعنا ولا حاجه، هو الفكره ان نخرجوا وهي دراسات احنا نشخصوا في وضع ربما وضع، والفكره ان نخرجوا باستراتيجيه. ساعه اول حاجه كما تعرف اليوم معناها الفلوس شويه، عن مواضيع مهمه برشا كي نحكيوا على الصحه. صح، اهم موضوع اليوم عند المواطن التونسي. كيف فما الارهاب اهم موضوع عند المواطن التونسي، هي هو انت وقت اللي تشوف صاير في المدارس اهم موضوع هو المدارس، ولذاك اي موضوع هو اهم موضوع. الموضوع هذا مش اكثر من غيره، الفرق انه فلوسه فوق، معناها كي نقدوا مكتب نستنفعوا في جيل والفلوس تشوفوها بعد جيل. اليوم تتوفر خدمات باهيه في اللوجيستيك، تكبر في القدره التنافسيه نتاع البلاد الكل من اليوم الاول وتدخل فلوس. لذلك علاش، وحاجه اخرى احنا نحبوا نركزوا على الحاجات اللي مش بالضروره تكلف فلوس. يا اخي كي انا نقعد نستنى 18 يوم باش اجراءات
باش نقوم بتخريج سلعه، مانيش طالب قنطره باش توليو نهارين، فهمت؟ قنطره ما تزيدني شيء. حاجتي بالمنظومه، بالحوكمه، بالتنسيق بين الادارات اتسيتيرا. فما توصيات باش يكونوا للموضوع هذا، وتنرجعوا له ان شاء الله معاك. موضوع التوصيات هذه واهم الاجراءات اللي ما تتكلفش برشا فلوس، اللي قلت اللي فما اجراءات ما تستحقش انه نعملوا عليها دراسات استراتيجيه وغيره، او ربما زاد دراسات اللي قام بها المعهد وقامت بها العديد من الاطراف حتى على مستوى دولي، زاد نجم تكون دافع من الدوافع اللي تخلينا يلزمنا نصلحوا، لانه هذا في اثار تشخيصنا للوضع نتاع النقل بصفه عامه في تونس. سي امين، الموضوع اليوم المطروح هو المقارنه او بعض الارقام، مقارنات بيننا وما بين بعض البلدان اللي قراب منا شويه زاده في الجانب هذا. نعطيك مثلا المؤشر العام للنجاعة اللوجستية اللي هو معناها يخرج مره في العام على العالم اجمع تاع 2018 على 5، تونس 2.59، المغرب 2.67، تركيا 3.29، مصر 2.95. معناها المغرب كل ما تقرب للخمسة هو الأنجع. صحيح، كي تشوف البلدان الأوروبية المجاورة، فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، كلهم فوق 3.5. هذا كمان يكوروا في ديفيزيون أخرى. احنا أما اللي كيفنا واللي قرب منا زاد نعطيك تكلفة زاد. معناها كي تشوف ياخذوا حاوية كونتينر، هذاك الفامبير ستاندار، التكلفه معدل في تونس 840 دولار، في المغرب 605 دولارات. معناها واحد يخدم في المغرب يجي لتونس 30% اكثر. معناها راهو فارق مهول هذا. نعطيك دير فهم برشا ارقام. الارقام هذه انا نعطيك واحده، اخذ نحكيو على التكلفه زاد نحكيو الوقت. وقت اللي انت في مارسيليا باخر تقعد تستنى ساعه باش تدخل، ومعدل في تونس 24 ساعة، فرق 24 كبير. مرة أكثر. شفتهم أنت في الصيف هكا تو بداوا في من مارس حتى لسبتمبر. شوف خليج تونس في الليل محليه كله ضوء هكاك، واقفين يستنوا نجوم البحر هذوكم، فهمتني؟ أعطونا منظر باهي. هذيك كونتوريت، شفت أنت تبدا في التاكسي تشوف كونتور، هذاك كل بابور عنده كونتور، كونتور بالدوفيز، تكلفة نتاعها اللي قاعدة تستنى باش تدخل، اللي يضرب جمعة واللي يضرب جمعتين، وكونتور يمارك بالدوفيز. السلعه هذيك اللي داخله تتزاد فيها تكلفتك المستنيه في البحر، وتبيع تغلي في السلعه هذيك. ما نحكيو على الغلاء، الغلاء مش كل معناها، هذا عامل اساسي. شكون وقتها خرج عملناه الرقم تاع 900 مليار مع التكلفة زايدة على الاقتصاد، يا اخي ناقصيننا احنا 900 مليار. والنجاعة مهمة برشا كي نحكيو، علاش نحكيو على التنافسية. أنت توا كنت تحكي سي أمين، قلت أنا نصدر لبرشا بلدان، وسميت بلدان من أمريكا، وسميت بلدان في كل تقريبا البلدان أو في كل القارات. هذا كي نحكيو احنا على التنافسية في الجانب الداخلي، قاعدين نخدموا على أنه مشاريع الاستثمار تكون جيدة، القوانين تكون محفزة، كل مرة نعملوا قانون جديد. ولكن حاجة من حلقة من الحلقات نتاع أنه يكون الإنتاج عنده قدرة تنافسية كبيرة ونجم نصدروه ونجم يكون عنده قدرة على مستوى العالم، هو الجانب اللوجستي والنقل. دونك هذايا شنو تأثيره اليوم أنت كصناعي، اليوم أنت كحريف لوجستي كما قلت الجانب اللوجستي هذايا، شنو تأثيره هذايا على القدرة التنافسية متاع المنتوج التونسي؟ تأثير مباشر وتأثير معناها من العوامل الكبيرة اللي تأثر على القدرة التنافسية. أنت الواحد في المية اللي يتمنعوا وتنقصوا من اللوجيستيك ما في يمشي بشي يما باش تحسن وضع عملا، ولا باش تستثمر، ولا باش تطيح الحريف بتاعك في السعر، باش نجم تاخذ أكثر في معناها في السوق هذيك. واكثر من هكا فما بلدان ما نجموش حتى نصدروا له. معناها انا مضطر اليوم باش نقوم عمليه تصدير اوروبا وخزن في اوروبا، وبعد اعاده تصدير من فرنسا ولا من وهذا كله تكلفه بولونيا. بالطبيعه تكلفه، معناها ساعات تزيد لك 20% 25%. معناها اليوم انا على 60 بلاد معدل نصدر لهم في السنه، فما كونش 35 نجم نقوم تصدير مباشر من تونس. هذا مؤسف. بعد عندك الاجال، انت انسى التكلفه، قول ان النجم نلقى لها حل به. اما انت حريف يقول لك قداش، تقول له جمعتين، وبعد تضرب 6 جمعات، معناها حتى المصداقيه تتمس.
فهمتني معناها فما حاجات مربوطه ببعضها دونك حاجات مربوطه ببعضها وهي تاثر على كلفه الانتاج ويتاثر زاد على التنافسيه نتاعنا في الاسواق هذه وهذاك علاش احنا حكينا على الجوده اش معنى جوده جوده العباد خم قنطره مزيانه مستويه الجوده راهو ماهيش كان هذاك تو جوده احنا في بالمفهوم العصري معناها اول حاجه بتبيع فيها التكلفه وكل شيء اما لكن فيها المحيط ساسك الضر في المحيط ولا الجانب الاجتماعي تخلق في موطن شغل ولا الجانب الامن معناها وقت اللي انت عندك انفراستركتور معناها بنيه تحتيه وقت اللي يصير زلزال ولا اعصار ولا واحد تبدا واقفه ولا فيضانات ولا معناها الجوده راهي بتمس برش حاجات وهذاك علاش حنحبوا نحكيوا عليها الجوده بصفه عامه خاطر مو شد اي زدنا قنطره انا فرحانين لا اش تصلح وعليش وقبل وبعد وشنو هو الامباكت نتاعها على التشغيل وعلى الدراسه نتاع جدوى كامله هو هذاك هو هذا المنتدى نحبوا نلموا كل شيء ونوريوا انه كل شيء متناسق مع بعضه ونحبوا نخرجوا باستراتيجيه اللي بذكاء تساعدوا الحاج مش نخلقوا العجله احنا معناها فما اللي بيست براكتس كما يقولوا معناها موجودين مؤشرات موجودين واحنا طالبين بيع صناعه سنه انتخابيه معناها مش سهل واحد يجي يحل شانتي كبير مع الاسف هذه كما مع الاسف كل. الحقيقه ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمناو هذايا ما زلنا في سنواتنا الاولى بعد الثوره نجموا نحكي في الموضوع هذا ان شاء الله يا ربي في قادم السنوات نحكي على دوله قاعده تمشي وحدها بمؤسساتها اللي هي امورها واضحه والجانب السياسي هذا يتبع صحيح يكون معدل في وقت من الاوقات ولكن الحقيقه مش هو المحدد الابرز يعني عيب انه نحكيوا انه في سنه انتخابيه ما نجموش نعملوا اصلاحات او في سنه انتخابيه مش نجموش نعملوا اصلاحات فما لا مش كلامك انت راهو هذا كلام الكل اللي قاعد يتقال اليوم مشحونه سياسيا ولا ماك تعرف هذا هو خاطر سنه انتخابيه زاد سنه نتاع شعبه وهي ومش كان في تونس راه هاك تشوف في العالم اجمع ولكن ما تمسش من جوهر مؤسسات الدوله اللي لازمها تبقى تمشي على روحها بعيدا على شكون رئيس حكومه وشكون وزير نقل وشكون غيره صحيح اما زاد انت ماهيش حكايه حكومه هي هو المشكله مش في الحكومه سهل هو ما خرط الطريق معروف اما لازمها الحكومه الحزام السياسي لازم النقابات والكسواء اعراف ولا واحد كل شيء يمشيوا معاك لازم احنا المشكله الناس كل تحب على الاصلاحات اما نهار تتمس انت تولي ما عادش تحب تولي القطاعيه وقتها تطلع وتولي كل واحد ما تمسوش كل ما تمس موضوع تطلع لك فئه يقول لك انا لا ونوقف لك الكياس ونسكر لك الدنيا هذيك هي معناها مش احنا الكلنا لازمنا مع بعضنا نقدموا هيك علاش حتى نحبوا نمسوا حاجات اللي مش بالضروره تضر حد ولا يتقلق منها حد معناها كي انا باش نخرج سلعه ما حاجتي مثلا نعطيك حاجه تولينا نقيدوا صغار في المكاتب عن بعد ونصفوا فرحانين معناها بها الحكايه علاش انا مؤسسه اقتصاديه ما نجمش نعمل ديكلاراسيون تاعي نتاع الديوان عن بعد لازم عندي عباد شاده الصف في كل جيشي معناها وحكايه هذه شكون باش تخلق بالعكس هذه ما تقلقش وهذه تحافظ على ديمومة المؤسسات وهذه تنقص برشا من الكل من الكلفة والتكلفة اللي نحكي عليها وزاد الفرص الفساد وقت اللي انت الاورديناتور ما يقولكش هذا حويشه فهمتني معنا تنعملوا واحد يطلب يتحويج والله تنعملوا له فيروس لا معناها اعطيني انا تو فرحانين بالديجيتاليزاسيون واو كان رقمنه التونسي الرقمنه ودرشنيه كل واحد والمكاتب احنا في الاقتصاد علاش انا نشد الصف علاش انا مع كليون في اوروبا نخدم بالاو دي الكترونيك داتا انترتشين مع الكوماند نتاعو ما تجين في باليش بها تدخل في الاورديناتور نتاعو هو يحكي مع اللوجيسيال يحكي يعمل برنامج التصنيع ويخرج لك اقتراحات شنو المده الاوليه اللي تشريها على العام الجاي يخدم وحده معناها دونك اي فرق كبير فرق كبير بين انك تتعامل مع انسان وانك تتعامل اليوم ولينا نحكيو على ارقام يعني مجرد ابلكيسيون قادر تتعامل معها معناها وتسهل لك امورك هذه مشكلة ديجيتاليزاسيون موجوده ورينا كيفاش نجموا نصحوا امضه الكترونيه ونقيدوا الصغار ونجبدوا مضمون باهي اما اعطيني انا نعمل ديكلاراسيون ربما فيما يخص تقييد الصغار هذيك تفهمنا فيها ولكن مضمون وبيتروا والحكايات هذه الكل قلناها اما تفعيلها راه مازال الحقيقه يعني مازلنا نستناو الريزو اللي يمشي اموره مريضه
احنا نشجع ان شاء الله هذايا. وذاك علاش ديما نحكيو او نعاودو نرجعو لموضوعنا معاك سيمين هو البنية التحتية. وذاك علاش اخترتو محاور او تقريبا ثلاثة محاور موجودين في المنتدى هذايا: البنية التحتية البحرية والبرية ايضا، والبنية التحتية الخاصة بالنقل بصفة عامة والتنسيق والتنسيق الاستراتيجي. نزيدك شوية ارقام حتى في وسط تونس فما فارق. طبعا احنا عنا راتس هو تعادى منه قسط كبير من المبادلات الخارجيه في التجاره، لكن عندنا برات اخرى. انت عندك نبداو من لوط، عندك زرزيس، وبعد عندك الصخيره، سامحني جابس، بعد صخيره، بعد فيقس، بعد سوسه، بعد رادس وحلق الواد، والفوق بنزرت. رادس في ستة به معلومه نعطيك، بنزرت وسوسه وصفاقس كلهم فيهم مش كان ستا، فما ستا وفما زاد شركات خاصه اخرى. المردوديه نتاع الابرات هذه صغيره وما عندهاش امكانيات كل شيء، معناها بنفس المعدات مردوديه مرتين اكثر من راتس. مجرد وجود هالطرف منافسه اللي هي منافسه شريفه تونسيه، مش قاعدين يقولوا جيب لي واحد عينه زرق وشعره اصفر ما باش ينافسني. منا فينا ولو انه عنا راه عينيهم زرق وشعر شعراتهم اصفر. هي المهم يبدا تونسي تونسي، معناها ماهيش معناها هذا موضوع، هذا مثلا موضوع مش نتاع السنه الانتخابيه، فهمتني؟ معناها موضوع ستاب مش تو نحكيو عليه. ريت هذه المشكله اللي نرجعوا نحكيو عليها ان شاء الله. نتمنى انه الدوله تمشي وحدها ومؤسساتها مريقله، ما يهمناش في سنه انتخابيه ولا ماهيش سنه انتخابيه. نحبوا ماذا بينا نختموا معاك سيامين فيما يخص ابرز الحاجات او ابرز الاصلاحات اللي ممكن تخرجوا بها من خلال الملتقى كما هذا. قلت انه فما خطه استراتيجيه ربما باش تخدموا عليها في اطار المنتدى هذا، ولكن ايضا فما برشا توصيات تقريبا في حدود 50 توصية باش تكون موجهة طبعا للفاعلين الاقتصاديين والفاعلين خاصة السياسيين اليوم في البلاد، ووزير النقل باش يكون حاضر من جملة أعضاء حكومة أخرين باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في المنتدى هذا. دونك أبرزهم على الأقل، مش باش تعطيني كل شيء أكيد قبل 11 أفريل، ولكن أهم الحاجات اللي ممكن اليوم نحسنوا بها مردودية ونحكيوا بها على نجاح. فما جانب مهم برشا وهو جانب تشريعي. معنا احنا برشا اقتراحات تخص تنقيح قوانين وتغيير من القوانين الجديدة باش المنظومة هذه تكون فيها أكثر نجاعة وأكثر معناها، وهذا ما هوش تكلفة مادية، فهمتني؟ معناها وقت اللي تسمح بالقوانين باش ولا تسهيل إجراءات ولا حاجة. دونك هذا أكبر جانب احنا باش نركزوا عليه، أعطينا الإطار القانوني والتشريعي اللي خلينا ننهضوا بالقطاع هذايا ونقص تكلفة على كل شيء في تونس. يعني تعتبر أنه الإطار القانوني والتشريعي نقص اليوم؟ بتبيع خاطر احنا كي شفت انا المقترحات كلها ترجع واعطيني الدكري هذا، اعطيني اللواء هذا، اعطيني، معناها هذاك جانب كبير وما يستحقش برشا فلوس. معناها الجانب التشريعي، الجانب التشريعي هات، معناها اما احنا نحبوا ناكدوا اول حاجه انه نخرج باستراتيجيه واضحه فين نحبوا نمشي وعلاش وكيفاش. شنو الحاجات الاخرى اليوم اللي من خلال التوصيات اللي ممكن يتم اصدارها في اطار المنتدى هذا؟ كيف نحبوا التنسيق، معناها كي تعمل بورد والكياس شنو هي الغايه، كيفاش تربط بيناتهم. مو احنا نحكيوا برشا على البرات، انت علاش تقعد 6 سوايع باش تخرج كاميون من البورد؟ ها سي الكونتينر فوق الكاميون يقعد 6 سوايع باش يخرج، علاش؟ يعني احنا مانيش نحكيوا على البابور اللي مازال في البحر ويخطى البابور كل في الكل، ما فماش دي زون لوجيستيك انتجري للابرات اللي ذيك تكبر من النجاعة، ما فماش تنسيق صحيح. معناها انت القطاع الخاص نجم دخله في حكاية هكاكا اللي ماهيش مشحونة سياسيا، خليه يخدم، هو قاعد يخدم على روحه. ما انت كي تدخله في المنظومة أكثر تنسيق مع القطاع الخاص هكا ما نثقلوش على كاهل المجموعة الوطنية والقطاع العام، معناها مش الدولة باش تستثمر وتقعد بطبيعة الدولة هي متحكمة في زمام الأمور. احناش قاعدين نقول خوصصة معناها تولي تدخل خروج من غير نظام، غير بالعكس. يعني انا فما الخواص توا موجودين في الموانئ اللي حكينا عليهم، لازم اكثر على خاطر هما سي دي بروفيسيونيل يعرفوا شو يعملوا وينجم يجيب لك القيمه المضافه. اليوم احنا حشنا في الاخر الكونتينر ولا الفراك اللي باش يخرج ولا يدخل من تونس لازم يتكلف اقل ويقعد اقل وقت، اقتصادنا ككل تتحسن القدره التنافسيه نتاعو. هذا هو لازم نحطوه قدامنا
ونمشيو له. هذا يلزمنا نمشيو له، وهذا ديما نحكيو عليه ومنشود منذ سنوات، راه نحكيو في نفس الموضوع سي امين، ولكن ان شاء الله نتمناو من خلال المنتدى هذا انه تكون فما حلول عاجله، لانه ما عادش نجموا نستناو اكثر من هكا. احنا لازمنا نقدموا الاقتراحات، نناقشوهم مع المسؤولين، وبعد كان نراو انه فما موافقه ولا نيه باش يقدموا، بنقعدوا نتبعوا ونرجعوا لكم ونحاسبوا. معناها مهم برشا، معناها دورك زاد كبير برشا، خاطر سهل في منتدى باش الناس كل تقول كلام حلو وكل شيء، بعد كيفاش المتابعه نتاعها، هو التفعيل، هو المشكل، حاجات اللي ما يتقلق منها حتى حد، راه نبداو بها. والله الحقيقه ماذا بينا انه حتى اللي يتقلق ما يسالش، مش مشكله، خلي يتقلق على روحه. احنا نحكيو على مصلحه عامه للبلاد، ماناش الحكايه ما فيهاش قلق وما فيهاش شخص ريت قاعدين نتمنوا في حاجات اللي هي اون برانسيب تكون حاجات عاديه. تعدى 8 سنين نعرفوا كيفاش الامور تصير. فوالا دونك مازلنا نتمنوا، خلينا نتمنوا مال سي امين، وان شاء الله يتحقق، ما عادش تكون أمنية، إن شاء الله تتحقق هذا فيما يخص المنتدى أو في إطار المنتدى، منتدى تونس الاقتصادي. شكرا لك على حضورك. شكرا للاستقبال. مرحبا بك، شرفنا. منسق عام المنتدى تونس الاقتصادي أمين بن عياد. الموضوع أو المنتدى هذا بش يكون نهار الخميس 11 أفريل، طبعا دعوة للعموم، وموجود على صفحة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كيفية الاشتراك وكل التفاصيل حول الموضوع هذا. وزاد سمعت اليوم في اقتصاد كوم ملامح المنتدى، منتدى تونس الاقتصادي، وكنكونوا كمان حصة اليوم من برنامج اقتصاد كوم. تحية أيمن الحرباوي، تحية لطاهر سوسية اللي رفقنا في الإخراج، مريم مناع في التنسيق العام، في أمان الله. 2,600,950,000 جاوز 70%. أهلا بكم إلى عالم المال، اقتصاد كوم، كل ما يهم الاقتصاد، المؤشرات والأرقام، الفعاليين الاقتصاديين والسياسيين، من الاثنين للخميس، من 10 ل 11 متاع الصباح.